بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة ضد أنس من السعودية. قبل شوي كنت أقول الحمد لله ما صار يجي مباني، صرت تفوز. يا الله، كرة نار وفيلم طبعا، يعني مغامرة حركتي ذي، بس عاد ايش اسوي؟ شايفين كيف الكلاب؟ فرن وكرة نار. مضادات مباشرة، مضادات مباشرة للمضاد. وين الأخلاق؟ ما في أخلاق. المفروض ذا ما يغير مكاننا، خلاص نبغى السعودية. شايفين كيف اللعبة؟ كله كرات نار عشان يلعب منطاد. أعوذ بالله، مباني كرات نار. لعبة كريهة، لعبة كريهة من جد من جد من جد من جد. ما هي معي، ما هي مبالغة ذي الكلمة صارت. عاد ايش نسوي؟ هذه التشكيلات يعني. يا لطيف، الله على البيكا، عشان كذا نلعب البيكا. بس ايش اسوي؟ مشى السياف ورا البيكا الان.
شوف الكلب ايش ذا. ما التشكيلة معروفة. الحمد لله. ساتر والله رعب والله رعب. اوكي يعني تجي لك الكرات نار ومباني او يجي لك دني كهربائي وكذا وغطاك، بس تشكيلة البرابرة مع هذه صراحة مرعبة جدا، خاصة بالبداية لما لعب البرابرة مع المعالجة، مع يعني لو ما كان موجود البيكا والله كان يفرمني فرم مع الغضب، مع انسى 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 اذا ما كنت لعب البيكا انسى. خلونا نشوف دبور. شايفين مضادات؟ وشايفين الهياكل مصر لها أي أهمية؟ إيش فيه يعني؟ صاعق إنهاك. إيش الفائدة؟ أنا بعرف إيش الفائدة. إيش المنطق أنا ألعب بطاقة تنتهي بصاعق هياكل أو غيلان؟ إيش الفائدة؟ يعني شايفين مشكلة لما تلعب بطايق خفيفة كثير، حتى الخصم بطايق خفيفة كثير، لكن الخصم معه حتى معنا مع زميلنا من بيكا ما أقدر أقول له، بس يعني في شيء غلط. في شيء ما كان يعني فرق مع الخصم غير موجود مع الزميل، في شيء كذا. لا تقول لي طلع من الكلام، ما اشوف اسمه. ايوه 6441. إلى اللقاء، السلام عليكم.